ودي صورة من الوثيقة اللي بموجبها منحت درجة الدكتوراه في العلوم الإنسانية لقداسة البابا شنودة الثالث بمناسبة زيارته التاريخية لأمريكا الشمالية في أبريل 77. ودي صورة الشهادة باللغة الإنجليزية. كمان دي صورة الالتحاق، طلب التحاق قداسته بالكلية الإكليريكية سنة 46. طبعا طلب الالتحاق مكتوب عليه اسمه باسم نظير جيد رفائيل، اهو اسم الطالب نظير جيد رفائيل، سنة التخرج زي ما هي مكتوبة 1949 فوق. وده في متحف قداسة البابا شنودة الثالث بكنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون.